بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة ببنين ترحب بكم، ويسر قسم اللغة العربية أن يقدم لكم الدروس المصورة للصف الثالث الابتدائي. عزيزي الطالب، بداية اشترك في القناة وفعل الجرس لكي لا يفوتك أحد دروس اللغة العربية. نستكمل يا أحباب درس الريش الجميل للكاتب أيوب منصور الجزء الثاني. تحدثنا يا أحباب في الجزء الأول عن قصة هذا الطاووس المغرور الذي أراد أن يكسب ويكتسب رزقه بدون تعب وتواكل، ولم يعتمد على نفسه في الأخذ بالأسباب والبحث عن الطعام. الآن يا أحباب سوف نقرأ بعض الجمل الواردة في النص. الهدف الأول يا أبطال صفحة 129 أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية معبرة عن المعنى. قرأنا الدرس في المرة السابقة، والآن سنقرأ بعض الجمل الواردة في النص مع الالتزام ببعض الإرشادات المهمة. الإرشادات عند القراءة يا أبطال: أميز صوت التنوين. التنوين هي نون ساكنة آخر الكلمة تنطق ولا تكتب، أنطقها ولا أكتبها، وصوت حرف النون في آخر الكلمة، وأنتبه لنطق حرفي الواو والياء. نقرأ مع بعضنا البعض يا أبطال. افتح كتابك والتفت إلى قراءتي وانتبه إلى قراءتي واقرأ معي جيدا. راح ينظر بإعجاب. بإعجاب، هل كتبنا نون؟ لم نكتب نون، لكن تنوين بالكسر، إعجاب شديد، بإعجاب شديد إلى ريشه، ثم صاح مزهوا. مزهوا ومزهوا، تنوين بالفتح. أنا أجمل مخلوق. مخلوق، هنا يا أبطال تنوين بالكسر. في جملة أخرى، من يقرأ الجملة الثانية؟ منصور، أحسنت منصور. أعطني قليلا. قليلا، قليلا من القمح. من القمح، نون هذه نون أصلية في الكلمة، ليست نون التنوين الساكنة التي تنطق ولا تكتب. في الجملة الثالثة، ناصر بدأ هذه بدأ بدون همزة يا أبطال، بدأ منظره قبيحا. قبيحا جدا، تنوين بالفتح. أحسنت. الجملة التي تليها، هلال وكان الجوع قد استبد به، يعني سيطر واستحوذ عليه. كان يا أبطال كان، لكن قبيحا هنا يا أبطال هذه تنوين بالفتح، نقول قبيحة لكن تنوين بالفتح، قبيحا. ها هنا يا أبطال نقرأ حركة ننتبه لحرفي الواو والياء. في يوم من الأيام ووقف الطاووس. الطاووس، انتظر الطاووس أن تسارع الطيور إلى تلبية رغبته. استولى عليه خوف، تنوين بالضم، خوف شديد، تنوين بالضم. لو وقفنا عند تنوين خوف شديد بدون نون ساكنة التي تنطق ولا تكتب، بدون تنوين يعني يا أبطال، خوف. انتبهنا يا أبطال، ننتبه إلى هذه القراءة جيدا، ونحاول أن نقرأ ونرد هذه الجمل لكي نميز صوت التنوين في نهاية وصوت حرف النون في آخر الكلمة، وننتبه لنطق حرفي الواو والياء. ننتقل هنا يا أبطال للهدف الثاني، وهو أن نفسر الطالب مفردات النص تفسيرا صحيحا. في الكتاب المدرسي صفحة 130 أختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. مرادف، من يجيب؟ محمد. مرادف كلمة تلبية في جملة لم تسارع الطيور إلى تلبية رغبته. إلى تلبية رغبته، ما معنى كلمة تلبية؟ تلبية، ما معنى كلمة تلبية؟ أحسنت يا محمد، استجابة، لم تلبي، لم تستجب. رقم باء، اقرأ يا أحمد.
مرادف عبارة تأبه له، تأبه له في جملة غير أنها لم تأبه له. تأبه له يعني تخاف منه، أم تهتم به، أم تعيد له، أم تحن عليه. انتبه وركز. لم تأبه، لم يأبه له. أحسنت يا أحمد، تأبه له يعني تهتم به، لم تأبه له، لم تهتم به، لم تعير انتباهها. أحسنت. رقم جيم يا أبطال. عبد الله، ما المقصود من كلمة استولى في جملتي؟ استولى عليه خوف شديد. استولى عندما تستولي على الحصن، عندما تستحوذ على هذه الأشياء. أحسنت، عندما حين تسيطر. استولى تعني سيطرة، استولى عليه خوف، سيطر عليه خوف شديد. أحسنت يا عبد الله، بوركت. هنا يا أبطال في السؤال رقم 2، رقم 2 جاء بفكرة قصيرة، ويطلب منا أن نبحث في الفكرة السابقة عن بعض الأشياء. نقرأ هذه الفكرة سويا. سار الطاووس حتى بلغ بيت الثعلب، وكان الجوع قد استبد به، فقال للثعلب: أعطني أعطني قليلا من القمح أمنحك ريشي كله. وافق الثعلب وأعطى الطاووس قليلا من القمح، ثم نتف ريش الطاووس كله. ثم نتف ريش الطاووس كله. معا سويني يا أبطال، سوف نبحث عن مضاد كلمة الشبع. مضاد يعني عكسها يا أبطال، مضاد كلمة الشبع. راشد، الشبع مضادها يا راشد. أحسنت، الجوع. الشبع مضاد كلمة الشبع، الجوع. ماذا أيضا؟ سعيد، كلمة بمعنى قبل، مش قبل، ليست قبل، كلمة بمعنى قبل، يقبل. أحسنت، وافق، وافق، رائع. راشد، كلمة بمعنى منحه، منحه، أمنحك يعني ماذا؟ يعني أقدم لك. أحسنت، أعطى، منح يعني أعطى. فيصل، مضاد كلمة كثير. أحسنت يا فيصل، قليل. هنا وأعطى الطاووس قليلا. ركز يا بطل في هذه النقطة، عندما يقول أبحث في الفكرة السابقة عن، أبحث أو استخرج من الفكرة، عندما يقول لنا ذلك يجب أن أرجع إلى الفكرة وأن آتي بالكلمات من الفكرة. الجوع هنا كان الجوع، قبل وافق الثعلب، منح أعطى الطاووس، كثير مضادها قليل. أحسنتم يا أبطال. هنا يا أبطال في الهدف الثالث، تحدثنا عن هذه الجزئية سابقا، وهو أن نستخدم المعجم في للبحث عن معاني الكلمات بطريقة صحيحة. المعجم يا أبطال هو كتاب كبير ضخم يحتوي على ألفاظ اللغة، مقسم إلى 28 بابا بعدد حروف الهجاء، كل باب يختص بحرف من حروف الهجاء. يأتي لنا هنا بسؤال: أبحث بمساعدة معلمي عن معنى كلمة بادرة. نحن قلنا يا أبطال عندما نريد أن نبحث في المعجم نأتي بالكلمة، أصل الكلمة، أصل كلمة بادرة ثلاثة أحرف يا أبطال، ثلاثة أحرف، الأحرف الأساسية في الكلمة. أحسنت، أحسنت، من الذي قال؟ محمد، أحسنت. أصل الكلمة بادرة، بادرة. ما معنى كلمة بادرة في المعجم؟ افتح المعجم وابحث عن معنى كلمة بدر، بدر. أحسنت، أحسنت يا خالد، بدر تعني سارع، بادر سارع أو أسرع. أحسنت، أحسنت يا بطل، رائع. ننتقل إلى الهدف الرابع يا أبطال، وهو أن نحدد بعض المعلومات الواردة في النص تحديدا دقيقا. نجيب عن هذه الأسئلة يا أبطال سويا. جابر،
كيف كان الطاووس ينظر إلى نفسه يا جابر؟ ينظر إلى نفسه بماذا؟ كان ينظر إلى نفسه باحتقار، أم ينظر إلى نفسه بغضب؟ ينظر إلى نفسه يا جابر، أحسنت يا جابر، ينظر إلى ريشه بإعجاب شديد، ينظر إلى نفسه وجماله، يقول أنا أجمل الطيور. عندما ينظر في المرآة، ننظر في المرآة يا أبطال، لا ننسى أن نقول دعاء النظر في المرآة، دعاء النظر في المرآة، وهو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وحرم وجهي على النار، وحرم وجهي على النار. هنا يا أبطال الطاووس ينظر إلى نفسه بإعجاب شديد. لماذا غضب الطاووس من جميع الطيور يا خميس؟ لماذا غضب منهم يا بطال؟ أحسنت، رائع، لأنها لم تقدم له الطعام ولم تأبه له، لم تهتم به، لم تهتم لرأيه أصلا. ماذا تقول؟ أتريد أن تأخذ الطعام منا وأنت جالس في مكانك متكاسل لا تبحث عن العمل والغذاء؟ هذا لا يصح أبدا. سؤال رقم جيم، عبد العزيز، لماذا رفضت النملة طلب الطاووس؟ طلب منها ماذا؟ أحسن، طلب منها أن تطيح حبة القمح. لماذا رفض؟ لماذا رفضت يا عبد العزيز؟ أحسنت، لأنها تفضل القمح على الريش الجميل. ماذا تفعل النملة الصغيرة بهذه الريش الكبيرة؟ ماذا تفعل بها؟ لن تفعل بها ولن تستفيد منها شيئا، لكنها تفضل القمح على الريش الجميل. أحسنت عبد الرحمن، ما الثمن الذي قدمه الطاووس للحصول على القمح؟ ماذا دفع في المقابل؟ أخذ القمح من الثعلب. ماذا أخذ الثعلب منه؟ ماذا أخذ؟ أحسنت، قدم ريشه الجميل مقابل القمح. قدم ريشه الجميل مقابل القمح. أخذ القمح من الثعلب، لكن فقد ريشه وأصبح جسمه عاريا وشعر بالبرد الشديد، وحينها احتال عليه الثعلب وأراد أن يأكله، وأراد أن يأكله، ويحتال عليه بحيلة ويقول له أريد أن أدخلك في بطني فستشعر بالدفء الشديد. هذه حيلة من حيل الثعلب. ننتقل هنا يا أبطال مع سؤال مهارات التفكير، وهو يقول: تخيل أن شخصية النص هي الصقر وليس الطاووس، ما الذي سيحدث حينها؟ ما الذي يحدث حينها؟ ركز يا بطل وانتبه وتخيل، اسرع بخيالك، أن هذا الطائر لم يكن طاووسا، كان صقرا. هل كان الصقر يتكاسل عن العمل؟ أم كان الصقر يطلب من النملة حبة القمح؟ أم هل يتناول أصلا الصقر حبوب القمح؟ تخيل واسرع بخيالك وحدد، اذكر بعض الإجابات التي قد وصلت إليها. نختم درسنا اليوم بهذا السؤال يا أبطال: ما الشخصية الرئيسة لقصة الدرس؟ ما الشخصية الرئيسة يا أبطال لقصة الدرس؟ من الذي سيجيب؟ أحسنت يا نايف، شخصية الدرس، الشخصية الرئيسة هي الطاووس، هذا الطاووس المغرور. أحسنت يا بطل، بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا يا أبطال. ولا تنسوا واجب اليوم، وهو نسخ الفقرة الثانية في دفتر النسخ. قدم لكم درس اليوم الأستاذ غنيم سعيد، معلم اللغة العربية بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.